السلام عليكم، معكم الطالب إيهاب خالد من فريق سمارت. راح أحكي بهاي المحاضرة عن العمليات الحسابية. أول إشي راح أبلش فيه اللي هو الأديشن. مثلا لو بدي أجمع رقمين باينري، مثلا هون عندي A 1011 زائد B 0110. أول إشي بجمع من اليمين، 1 زائد 0 بيعطيني 1، 1 زائد 1 عندي 2، لكن بالباينري بنمثلها 0 to carry 1. 1 زائد 0 زائد 1 2، 0 to carry 1. 1 زائد 1 2 زائد 0 2، 0 to carry 1. هلا هاي الكاري بننزلها لحالها، بصير عندنا الرقم 1 0 0 0 1. طيب بنمثلهم احنا بالسيركتس من خلال الادرز. الادر نشوف كيف مبدأ عملهم. في عندي الهاف ادر. الهاف ادر عندي 2 انبوت، مثلا اكس واي. 0 زائد 0 بيعطيني summation 0 to carry 0. اوكي، 0 زائد 1 بيعطيني 1 summation والكاري 0. 1 زائد 0 1 والكاري 0. وال1 زائد 1 اللي هي 2 بيعطيني summation 0، زي هاي مثلا 1 زائد 1 summation 0 to carry 1. هاي summation 0 to carry 1. اوكي، هلا بحكي على الهاف ادر. الفول ادر، عفوا، الفول ادر عبارة عن لو بدي اجمع 3 ارقام. مثلا عندي 3 انبوت، 0 زائد 0 زائد 0 بيعطيني 0 to carry 0. اوكي، 0 زائد 0 زائد 1 summation 1 to carry 0. مثلا 1 زائد 1 زائد 0 بيعطيني الرقم 2، 0 to carry 1. اوكي، 1 زائد 1 زائد 1 3، 3 بنمثلها بالباينري 1 1، يعني summation 1 to carry 1. هدول مبدأ عمل الادر. هلا بنشوف كيف بدنا نستخدم هدول الادرز عشان نعمل عمليات الجمع. بنشوف المثال في هاي الصفحة. طالب مني في هاي المثال design a circuit that takes as input الرقم A من 4 خانات والرقم B من 4 خانات، وبده الاوتبوت تكون الرقم A زائد الرقم B. هلا احنا بنعرف طريقة الجمع العادية، مثلا بنحطهم تحت بعض A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4. طيب بنجمع A1 زائد B1 بيعطيني summation 1 to carry 1، بغض النظر إذا كان الكاري 1 أو 0. ماشي، هلا ال A2 وال B2 والكاري 1 بنجمعهم بيعطيني summation 2 to carry 2. نفس الاشي A3 و B3 بيعطيني summation 3 to carry 3، وال A4 وال B4 بيعطيني summation 4 to carry 4. إذا كان الكاري 4 لحاله يا بنسميه الكاري 4 أو السميشن 5. هلا إحنا اتبعنا طريقة الجمع العادية، وهو طالب مني ديزاين أ سيركت. إذا بدي أرسم السيركت برسمها من خلال الأدرز بدون السيركت بتاعت الجمع والضرب اللي هي الأور والأند. إذا بدي أرسم السيركت أول إشي بتبع طريقة الجمع. طبعا احنا جمعنا ال A1 مع ال B1، بنحط ال A1 مع ال B1 2 input، بنحطهم بخلال ال half adder. هيك بنمثل ال half adder بالسيركت. اوكي، بيطلع عندنا summation 1 وال carry 1. ال carry 1 بنجمعه احنا مع ال A2 وال B2، فاحنا بنحطهم ك input مع ال A2 وال B2 من خلال ال full adder، لانه ال full adder بياخذ 3 input، فاحنا راح نستخدم هون ال full adder. بيطلع عندنا summation 2 زائد الكاري 2. الكاري 2 احنا جمعناه مع الاي 3 والبي 3. الكاري 2 مع الاي 3 والبي 3 بفول ادر بيعطيني سميشن 3 تو كاري 3. الكاري 3 احنا بنجمعه مع الاي 4 مع البي 4 بيعطيني سميشن 4، السميشن 4 تو كاري 4. الكاري 4 لحاله احنا بنخليه لحاله او بنسميه سميشن 5. طيب نشوف هذا المثال. طالب عندي design a circuit that takes as input A3, A2, A1 الرقم A والرقم B، وعندي هون الرقم C برضو كلهم من 3 خانات. the output يكون الرقم A زائد الرقم B زائد الرقم C. أهم إشي إحنا نتبع طريقة الجمع العادية عشان إحنا ما نتخربط وإحنا بنرسم السيركت. أوكي، بنفوت على طريقة الجمع العادية. أول إشي إحنا بنجمع الرقم A مع الرقم B، بصير عندي A1 زائد B1 بيعطيني summation 1 to carry 1. الكاري 1 زائد ال A2 وال B2 بيعطيني summation 2 to carry 2. نفس الإشي ال A3 زائد ال B3 بيعطيني summation 3 to carry 3. الكاري 3 بينزل لحاله أو بنسميه summation 4.
طيب هلا احنا السميشن هدول تاعون الاي والبي بروح نجمعهم مع الرقم سي، بصير عندنا السميشن 1 مع السي 1 بيطلع عندي الار 1 تو كاري 1، السميشن 2 زائد السي 2 بيعطيني ار 2 تو كاري 2، اس 3 زائد سي 3 بيعطيني ار 3 تو كاري 3، والكاري مع السميشن 4 بيعطيني ار 4 تو كاري 4، او بنسمي الكاري 4 ار 5. خلينا نمثل هاي هدول الرقمين مع بعض من خلال الهاف ادر والفول ادر. احنا جمعنا اول اشي الاي 1 مع البي 1، هاي الاي 1 مع البي 1 اعطاني السميشن 1 تو كاري 1، هاي السميشن 1 تو كاري 1 احنا جمعناها مع الاي 2 والبي 2 بنحطهم بفول ادر بيعطينا السميشن 2 تو كاري 2، جمعناهم مع الاي 3 والبي 3 بفول ادر بيعطيني السميشن 3 تو كاري 3 كاري 3 او نسميها السميشن 4، هاي هون كاري 3 تو او سميشن 4. طيب هلا احنا جمعنا السميشن هدول مع الرقم سي، السميشن هدول مع الرقم سي. هلا السميشن واحد احنا هون جمعناها، السميشن واحد جمعناها مع السي 1، هاي السميشن واحد جمعناها مع السي 1 بهاف اوردر اعطاني ار 1 تو كاري 1. هلا الكاري هاي بنجمعها، الكاري نجمعها مع الاس 2 والسي 2، الكاري 1 نجمعها مع الاس 2 والسي 2 بفول ادر بيعطيني ار 2 تو كاري 2. هلا الكاري 2 بنجمعها مع السميشن 3 والسي 3 بفول ادر بيعطيني ار 3 وبيعطيني كاري 3. هلا الكاري 3 بنجمعها مع السي 3 او السميشن 4 بيعطي بهاف ادر لانه هون عندي بس خانتين فبنحطهم بهاف ادر بيعطيني ال R4 وال R5. هيك احنا خلصنا فكرة الجمع، بدنا نروح على فكرة السبتراكشن اللي هي الطرح. هلا احنا بالعادة لما نيجي نطرح رقمين من بعض نطرحهم بالطريقة هاي كرقمين باينري، مثلا عندي 1101 ناقص 101، 1 ناقص 1 بعطيني 0، 1 ناقص 0 بعطيني 0 بعطيني 1، 1 ناقص 0 بعطيني 1، 0 ناقص 1 لا يجوز. احنا بنروح بنعمل استلاف من هذا الرقم بصير عندي هذا 0، واذا استلفنا بناخد 2 بصير عندي 2 ناقص 1 الجواب حيكون 1. طيب والصفر هاي بتنزل فبصير عندي الرقم 0110. طبعا هاي الطريقة العادية، الطريقة التقليدية خلينا نحكي تقليدية مثلا، هاي الطريقة التقليدية. لكن هاي الطريقة مش رح نستخدمها في السيركت، بدنا نستخدم طريقة جديدة انه نعمل توز كومبليمنت للرقم السالب. يعني نفس المثال 1 0 1 1 ناقص 0 1 0 1. هلا لما اجي اطرح هذول الرقمين عندي طبعا هذا راح اعتبره سالب، راح اعمل له توز كومبليمنت. توز كومبليمنت لما اجي اعمل لهذا الرقم توز كومبليمنت اول اشي بعمل له انفرت، هو كان عندي 0 1 0 1 بصير عندي 1 0 1 0، الصفر خليتها 1 والواحد خليتها 0. طيب بعدين بجمع له 1 بصير 0 زائد 1 1 والواحد 0 1، صار عندي الرقم هذا ممثل بالتوز كومبليمنت. طيب ف بعد ما اعمله توز كومبليمنت بروح بجمعه مع الرقم الاول بصير عندي 1 0 1 1 زائد 1 0 1 1، 1 زائد 1 بعطيني 2 0 تو كاري 1، 1 زائد 1 زائد 1 3 1 تو كاري 1، 1 زائد 0 زائد 0 تصير 1، 1 زائد 1 2 اللي هي 0 تو كاري 1 والواحد بتنزل. فهذه هي طريقة الجمع اللي احنا راح نستخدمها بالسيركت او طريقة الطرح، بس بعد ما نعمل توز كومبليمنت بتصير جمع، لانه احنا هذا الرقم السالب بنمثله بالتوز كومبليمنت بصير هو الرقم سالب، فبعد ما احنا ما نجمعهم بيعطيني الجواب الصحيح. هون احنا اخذنا، لكن
هذه الخانة احنا راح نهملها لانها عندي هاي خانة الاشارة، فبصير عندي الجواب 0110، وهون الجواب بصير عندي 0110، فهي راح يطلع عندي نفس الجواب من الطريقة التقليدية او طريقة التوز كومبليمنت. خلينا نرجع للسؤال نشوف كيف. الطريقة العادية طرحنا 1 ناقص 1 بيعطيني 0، 1 ناقص 0 اعطاني 1. هلا 0 ناقص 1 لا يجوز، بنستلف من اللي جنبه، هاد بتصير 0 وهي بتصير 2، 2 ناقص 1 تعطيني 1 وصفر بتنزل. الطريقة اللي احنا بنستخدمها في مادة انه نعمل للرقم السالب توز كومبليمنت. زي ما حكيت الرقم اللي هذا بنعمل له توز كومبليمنت، اول اشي بنعمل له انفرت، بالاصفار بتصير 1 والوحدات بتصير 0. ف هي الرقم هذا عملنا له انفرت صار 1 0 1 0، بنزيد له 1 فبصير 1 0 1 1. بصير السؤال هاد، بصير السؤال زي هيك انه 1 0 1 1 زائد 1 0 1 1. فبنجمع 1 زائد 1 2 0 تو كاري 1، 1 زائد 1 زائد 1 3 1 تو كاري 1، 1 زائد 0 زائد 0 1، 1 زائد 1 2 0 تو كاري 1. هاي الواحد بنهملها. بنروح على الطريقة، مثال تاني، مثلا 1 0 0 1 و0 1 0 0. بدنا نطرح هدول الرقمين من بعض. أول إشي نعمل لهذا الرقم invert، بعدين بنزيد لواحد، يعني إحنا بنعمل له توز كومبليمنت. فبصير السؤال 1 0 0 1 نفس هاي، وهاد بصير 1 0 1 1 عملنا له invert وضفنا له الرقم 1، وبتحول السؤال كله لجمع، فبصير 1 زائد 1 زائد 1 3 اللي هي 1 تو كاري 1. طيب 1 زائد 0 زائد 1 2 اللي هي 0 تو كاري 1، 1 زائد 0 زائد 0 1، و1 زائد 1 2 0 تو كاري 1. هلا هاي الواحد بتنزل، لكن هاي الخانة بنهملها. خلينا نشوف سؤال مثلا طالب مني هون design a circuit to find the two's complement of الرقم A المكون من 4 خانات. بدي اوجد السيركت اللي تمثل لي طريقة التوز كومبليمنت عملها للرقم A. احنا طبعا الرقم A شو بنسوي له؟ اول اشي بنسوي له انفرت، بناخد كل الارقام وبنعكسها، يعني ال A1 بتصير A1 برايم، وال A2 بتصير A2 برايم، وال A3 بتصير A3 برايم، وال A4 بتصير A4 برايم. طيب وبنزيد لواحد، فبصير عندي A1 برايم زائد 1 بيعطيني summation 1 to carry 1، والكاري 1 نجمعها مع ال A2 برايم بصير عندي summation 2 to carry 2، والكاري 2 نجمعها مع ال A3 برايم بصير عندي summation 3 to carry 3، والكاري 3 نجمعها مع ال A4 برايم بصير عندي summation 4 to carry 4، والكاري 4 بننزلها بتصير summation 5. فلما نيجي نرسم السيركت، أول إشي إحنا شو سوينا؟ جمعنا ال A1 برايم مع الواحد، حطينا ال A1 برايم مع الواحد بهاف آدر لأنها 2 input، بيعطيني summation 1 to carry 1، summation 1 to carry 1. الكاري 1 احنا جمعناها مع ال A2 برايم، ال A2 برايم بهاف اوردر بيعطيني summation 2 to carry 2، جمعناها مع ال A3 برايم بهاف اوردر summation 3 to carry 3، جمعناها مع ال A4 برايم بهاف اوردر بيعطيني summation 4 والsummation 5. طيب نشوف هذا المثال، طالب مني design a circuit to find A4 A3 A2 A1 ناقص B2 B1. هلا نشوف نتبع طريقة الطرح العادية باستخدام التوز كومبليمنت. أول إشي إحنا إيش بدنا نحط الأرقام تحت بعض، لكن الرقم B بدنا نعمل له إنفرت. إذا عملنا له إنفرت لازم إحنا ناخد الرقم B بنفس عدد خانات الرقم A، لأنه إذا عملنا ل B إنفرت راح يصير عندي الأصفار تصير 1، فإحنا لازم نعتبر إنه ال B مكون من 4 خانات، عشان بالتوز كومبليمنت الاصفار رح تصير 1 لما نعمل انفرت. فاحنا اخذنا البي اعتبرناه 4 ارقام وعملنا له انفرت، صار بي 1 برايم بي 2 برايم بي 3 برايم بي 4 برايم بلس 1. فهيك احنا عملنا طريقه الطرح باستخدام التوز كومبليمنت. طيب لما نيجي نتبعها وباستخدام رسم الدائره، نحكي اي 1 زائد بي 1 برايم زائد 1 بفول ادر بيعطيني summation 1 to carry 1. هلا الكاري 1 نجمعها مع ال A2 وال B2 وال B2 برايم بفول ادر بيعطيني summation 2 to carry 2.
الكاريتو نجمعها مع الـ A3 والـ B3 برايم بفول اوردر بيعطيني summation 3 to carry 3. هلا الكاري 3 بنجمعها مع الـ A4 والـ B4 برايم بفول اوردر بيعطيني summation 4. طيب بنروح هذا المثال، طالب مني design a circuit to find A2 A1 ناقص B4 B3 B2 B1. هلا انه احنا هون ما بنهتم لعدد خانات الرقم A، لانه احنا بدنا نعمل الـ 2's complement للرقم B وهو الاطول، فاحنا ما بنهتم لعدد خانات الرقم A. لما نيجي نتبع طريقة الطرح العادية، طريقة الطرح باستخدام الـ 2's complement، بنعمل invert للرقم B بنجمع له واحد، بصير طريقة الطرح انه نجمع باستخدام الـ 2's complement، فبصير عندي A1 زائد B1 برايم زائد واحد، بصير عندي summation 1 to carry 1. نشوف السيركت كيف تطلع معانا. A1 زائد B1 برايم زائد واحد بفول اوردر بعطيني summation 1 to carry 1. الكاري 1 نجمعها مع ال A2 وال B2 برايم بفول اوردر بيعطيني summation 2 to carry 2. الكاري 2 نجمعها احنا بس مع ال B3 برايم ب half order لأنه 2 input، فبعطيني summation 3 و carry 3. ال carry 3 بنجمعها مع ال B4 برايم ب half order لأنه 2 input، فبيعطيني summation 4. نشوف الأمثلة اللي بعدها. هون خلصنا فكرة subtraction وانتقلنا لفكرة multiplication اللي هي الضرب. خلونا نشرح multiplication بالفيديو اللي بعده، يعطيكم العافية.